الأخبار من الراي. أهلا بكم في نشرة أخبار الراي، أصحابكم خيالها محمد المؤمن، والبداية دوما بأبرز العناوين. جلسة خاصة في الأسبوع القادم لمناقشة الردود الحكومية، فالترتيب للقوانين التي ستناقش إن شاء الله في الجلسة القادمة. أمور تسير بالطريق الغير صحيح. عجلة اللجان تنشط على محوري الأولويات وحماية الأموال. النظرة النوعية الجديدة للأمانة أو حتى وزارة الأوقاف هو أن نحاكي الواقع. تدشين مشروع العيش الكريم لمحدودي الدخل من الكويتيين. حاسب الداخلية يجتاز اختبار سلامة الأداء وسرعة الإنجاز. قانون لا يفي بالمرحلة الحالية، لا توجد عقوبات على المكاتب الهندسية. التنفيذ الخطأ للمقاول أثناء التشييد. الراي يضع حوادث الانهيارات المتكررة على طاولة المسؤولين. في اليمن عين الأمريكان على مدد إيران وروحاني يتطلع للحوار. وفي النشرة أفكار مجنونة للتخلص من الملل والتوتر في العمل. أهلا بكم. نشاط لافت للجان البرلمان آخر أيام الأسبوع، وتحديدا لجان الأولويات وحماية المال العام والتعليمية، وهو نشاط انتهى إلى تحديد أولويات الجلسة المقبلة ووضع صورة تصورية مبدئية لبعض القوانين. روى الداح والتقرير التالي. بحضور عدد من الوزراء عقد في لجنة تحديد الأولويات اجتماع ظهر اليوم، تقرر بعده تحديد أولويات الجلسة المقبلة وترتيبها استعدادا لإقرارها والانتهاء منها. فالترتيب للقوانين التي ستناقش إن شاء الله في الجلسة القادمة كالتالي: المداولة الثانية للقانون الخاص بالهيئة العامة لشؤون الثروة الزراعية والثروة السمكية، ثم بعد ذلك تنظيم أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية، وهذا القانون اللي يتكلم عن الصوت الواحد في الانتخابات الخاصة بالنوادي الرياضية، ثم بعد ذلك القانون الخاص بقانون التأمينات الاجتماعية، وهي عبارة عن مادة واحدة وتتكلم عن المحالين إلى التقاعد وأيضا بعض الميزات المرتبطة بهم. بعد ذلك سنناقش إن شاء الله قانون المرافعات المدنية، وأيضا هو عبارة عن أربعة مواد مختصرة جدا وفيها تصويب لبعض ما ورد في القانون، قانون المرافعات المدنية. بعد ذلك سنناقش أيضا المقترح المقدم من الأخ الفاضل النائب سيد عدنان بما يخص الشركة الوطنية للتجارة بالمواشي في يوم الأربعاء إن شاء الله، وفي آخر ساعتين سنخصصهم للمناقشة للطلب المقدم من قبل الإخوان بعض النواب، طلب مناقشة وضع جامعة جابر. في لجنة حماية المال العام نقاش واسع بشأن ملف التأمينات الاجتماعية، تحدث عنه رئيس اللجنة النائب عبد الله الطريجي عقب الاجتماع. كان هناك ملاحظات كثيرة يعني أبدوها في الديوان حول التعامل مع يعني التأمينات، ومن الأشياء اللي فعلا اتضح أن هناك كان يعني أمور تسير بالطريق الغير صحيح، أن هناك كانت قرارات تتخذ من قبل مدير العام السابق للتأمينات، مما يجعلنا الآن نضع علامة استفهام من كان يسند المدير العام السابق، حيث أفاد مسؤولين ديوان المحاسبة أنه كان يرفض التعاون مع ديوان المحاسبة أثناء حضورهم للتفتيش على بعض المستندات. اللجنة التعليمية حددت جدول أعمالها واجتماعاتها اللاحقة، وتحدثت عن نقاش واسع في الاجتماع المقبل بشأن ردود الحكومة على استفسارات اللجنة. اتفقنا على التالي على أن يكون عندنا
جلسة خاصة في الأسبوع القادم لمناقشة الردود الحكومية واللي عددها 83 رد حكومي، حتى ننتهي منها ونكتب تقريرنا الخاص في هذه الردود الحكومية. وفي سياق آخر، قال النائب ركان النصف أن تعديلات الحيازات الزراعية التي أقرت في جلسة الأمس ليست ضد المواطن، إنما تأتي لتنظيم حصوله على الحيازات الزراعية. إيهام الناس أن هذا التعديل بالأمس، أن هذا التعديل هو ضد المواطن، هذا غير صحيح. على الشخص الجاد أنه يتقدم وفق الشروط واللوائح، وأنه يكون هو مو مالك الأرض، هو مستفيد من أملاك الدولة. إذا ما قدر يحقق اللي هو متقدم عليه من خلال الشروط، فالأولى أن الأرض تؤول للدولة. وفي النشاط البرلماني، تقدم النائب عبد الرحمن الجيران بطلب تعديل رصيد إجازات الشرطة، حيث يستفيد الشرطي ببدل نقدي عن 90 يوماً عند نهاية الخدمة. رباب بداح، الراي. الأمانة العامة للأوقاف دشنت اليوم المشروع الوقفي للرعاية السكنية مرتكزة على مبدأ الشراكة المجتمعية من خلال تشجيع مؤسسات المجتمع المدني على سد الحاجات المتنوعة في كافة المجالات المجتمعية، فيما أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع إن المشروع سيكفل العيش الكريم لمحدودي الدخل من الكويتيين، ويندرج ضمن مجموعة المشاريع الوقفية التي تنظمها الأمانة بالتعاون مع الجهات المعنية. الهدف منها استشعار الأمانة بأن هناك مسؤولية مجتمعية حيال هؤلاء من ذوي الدخل المحدود، وبالتالي النظرة النوعية الجديدة للأمانة أو حتى وزارة الأوقاف أنه هو أن نحاكي الواقع اللي يمر في المجتمع الكويتي. يفتح الباب للتسجيل للأسر الكويتية حديثة الزواج ومحدودية الدخل حسب ضوابط معينة، لا نستطيع الحسم فيها الآن إلا بعد بداية التسجيل ومعرفة أوجه الحاجة واستشارة الجهات المعنية في ذلك. نظام الحاسب الرئيس وكذلك الحاسبات والأنظمة الإلكترونية الملحقة بها من قواعد البيانات والمعلومات التي تشمل كافة القطاعات الأمنية لوزارة الداخلية أعيد تشغيلها بعد استكمال التجارب للتأكد من سلامة الأداء من قبل فرق التشغيل الفنية المتخصصة التابعة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العملية والميدانية. وأعربت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني عن شكرها وتقديرها لتجاوب المواطنين والمقيمين للتوقف الاحترازي والوقائي وتفهمهم لمراحل إعادة الأنظمة إلى وضعها المعتاد. ظاهرة انهيار المساجد قيد الإنشاء تكررت خلال الفترة الماضية، وهي قضية متشعبة يسلط الرأي الضوء عليها مع المتخصصين في المجلس البلدي من خلال تقرير ابتسام رمال. ظاهرة انهيار المساجد قيد الإنشاء أو المباني بشكل عام قضية يسلط الضوء عليها أعضاء المجلس البلدي الذين حملوا المسؤولية للجهات المعنية في الدولة في ظل فقدان الأمن والسلامة وغياب الرقابة. وتخوف من تكرار الحوادث نتيجة التراخي في عملية إدارة السلامة على حد قول الأعضاء. هناك قرار مجلس الوزراء الخاص في أن المبالغ التي تقل عن 5 مليون دينار الوزارة هي المسؤولة عنها في عملية الإنشاء والسلامة والصيانة والأمور هذه كلها. إذن هناك مسؤولية كبيرة على وزارة الأوقاف بهذا الجانب. قبل فترة كان هناك هدم لأحد المساجد العام في العميرية وترتب عليه كذلك إصابات ووفيات، وقبل 10 سنوات كذلك هناك كان هدم لأحد المساجد أو سقوط المبنى قيد الإنشاء. فإذا لم تتخذ يعني وزارة الأوقاف إجراءاتها بإدارة السلامة وتوفير جميع الاحتياجات، وأن تكون هذه المكاتب الهندسية قادرة على حماية أرواح الناس، فلا بد أن يكون هناك محاسبة للمسؤولين. وكذلك عندنا قانون صادر في 78 وعدل عليه في سنة 80 خاص في أنظمة السلامة في البلدية،
هذا القانون لا يفي بالمرحلة الحالية، لا توجد عقوبات على المكاتب الهندسية، لا توجد عقوبات على المقاول، هو غياب واضح ل يعني موظفي الأمن أو السلامة في البلدية على مباني قيد الإنشاء. أما أسباب الانهيار فهي عديدة برأي المتخصصين في المجلس البلدي. إذا ركزنا على مسألة الانهيارات، إن هناك عدة أسباب أساسية. الانهيارات يعني واحدة من الأسباب يكون تصميم الهندسي مو بالمستوى المطلوب أو مو على حسب المواصفات كودات البناء، هذا بحد ذاته هذا موضوع يتحمل هني مكتب الهندسي. وهناك أيضا سبب آخر اللي هو التنفيذ الخطأ للمقاول أثناء التشييد أو أثناء الهدم. يعني الجانب الأول هو الجانب الشق الفني، هم البلدية يعني عطوا المسؤولية كاملة على المكاتب الهندسية. الآن المكاتب الهندسية التي لم تصمم على حسب الاشتراطات من المفروض أن تحاسب بشكل مباشر. يعني إذا كان في هناك إهمال من المقاول في الهدم أو طريقة تشوين خاطئة أو استخدام مواد أخرى أو التنفيذ ليست كما هو مبين في المخططات، هذا لازم أيضا يحاسب في المقاول المنفذ أو الشركة اللي قاعدة تتنفذ. وبهذه الطريقة لابد أن يكون هناك تشديد أكثر، وهذا دور بلدية الكويت. يعني ليست فقط مسؤولية البلدية بإصدار رخصة الهدم، هناك أيضا لابد تكون متابعة معينة. إذن المحاسبة وملاحقة المقصرين هي مطالبات البلدي من أجل تفادي خسارة الأرواح. ابتسام رمال، الراي. مدير إدارة شؤون المستهلكين بوزارة الكهرباء والماء سالم القصبة قال إن إجراءات تحصيل الفواتير غير المدفوعة سارية، والاتجاه ينحو الآن نحو فواتير أصحاب السكن الخاص والتي تبلغ قيمتها 1700 دينار كويتي. وقال القصبة إنه بعد إنذار المواطنين المتخلفين عن سداد فاتورة الماء والكهرباء من أصحاب السكن الخاص الذين بلغت فواتيرهم 2000 دينار وما فوق، قد تم إشعارهم ثم إنذارهم مرتين، وفي حال لم يسددوا ما عليهم من مستحقات للدولة يتم قطع الماء والكهرباء عنهم. خلال حفل استقبال وتعارف للملحقين العسكريين قبيل تنظيم معرض ومؤتمر الدفاع الكويتي الأول للتكنولوجيا والأنظمة اللوجستية في 15 من نوفمبر المقبل، أكد مدير عام المعرض اللواء ركن متقاعد سعد الفيلي إن أكثر من 300 شركة عالمية متخصصة بتصنيع الأسلحة ومعدات الدفاع ستشارك في المعرض الذي يعد من أكبر المعارض في الشرق الأوسط والأول من نوعه. معرضنا يا أخوان بصفة عامة هو شامل للقوات البرية والبحرية والجوية والمعدات، وراح نستخدم التكنولوجيا في هذا المعرض إن شاء الله ونظهرها بالصورة التي تليق بسمعة دولتنا العزيزة الكويت. كل دول الخليج وكل دول المنطقة الإقليمية فيها معارض إلا الكويت، ففكرنا ليش ما نسوي معرض، ولله الحمد توفقنا بموافقة ورعاية معالي وزير الدفاع. يشرفني جدا أن أنا أشارك في مؤتمر زي ده، مؤتمر للسلاح، ده دعما للعلاقات طبعا المصرية الكويتية، العلاقات العسكرية بالذات. عشية تصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار تقدمت به دول مجلس التعاون الخليجي بشأن الأزمة في اليمن، ناشد الرئيس الإيراني حسن روحاني السعودية ودول التحالف لوقف عاصفة الحزم ضد الحوثيين وعودة اليمنيين إلى طاولة الحوار. وبدوره قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن واشنطن تعلم بوجود دعم إيراني متواصل إلى داخل اليمن، وأن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي لما يزعزع أمن المنطقة. وقال كيري إنه من الواضح أن هناك إمدادات قادمة من إيران وهناك عدد من الرحلات الجوية كل أسبوع، موضحا تعقب تلك الرحلات. ميدانيا وفي حصيلة جديدة للاشتباكات في عدن، قتل نحو 22 شخصا وأصيب المئات غالبيتهم من المدنيين خلال أعمال قصف عشوائي للميليشيات التابعة للحوثيين وصالح على عدة أحياء. وبهذه الحصيلة يرتفع عدد المدنيين الذين سقطوا في عدن خلال 10 أيام إلى 200 قتيل وأكثر من 1000 جريح. كذلك أطلق مسلحون من ميليشيات الحوثي الرصاص الحي في الهواء لتفريق محتجين مطالبين بتوفير الوقود في العاصمة صنعاء. هذا وتواصل طائرات عاصفة الحزم قصف مواقع عسكرية لجماعة الحوثي وصالح منذ 26 مارس الماضي.
في تصريح له أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن مشاركة الأردن في التحالف العربي العسكري في اليمن جاءت استجابة للطلب الرسمي للشرعية الدستورية هناك. وقال العاهل الأردني إن التصدي للإرهاب والتطرف هو حرب يخوضها الأردن دفاعا عن الدين، كما أوضح أن أمن واستقرار دول الخليج العربي من أمن واستقرار الأردن وأولوية بالنسبة له ومصلحة أردنية خليجية مشتركة. كذلك أعرب عن اطمئنانه التام للوضع الأمني على الحدود الأردنية مع سوريا. كثيرا ما يجهد العمل التقليدي الموظفين ويسبب لهم بعض الآلام في المفاصل والعمود الفقري أو في العيون، كيف نتخلص من التوتر والضغط النفسي؟ نتابع ذلك التقرير. ثمانية أفكار مجنونة ينصح بها للخروج من أجواء العمل الروتينية والمملة. فيوجه مختصو الصحة النفسية الموظف إلى وضع قدميه في الرمال ليشعر بالراحة، كما يمكنه أخذ قيلولة صغيرة في فترات الراحة أو عمل بعض تمارين اليوغا والتأمل، ما يساعده على التخلص من الضغوط النفسية. كما ينصح بشرب الشاي الأخضر بدلا من القهوة والضغط على كرة أو عصر شيء ما، لأنهما يساعدان على تخفيف التوتر. ولتجنب مشاكل العمود الفقري يمكن أداء بعض الأعمال على جهاز المشي بسرعة بطيئة. ويرشد المختصون أيضا إلى استخدام وسائل بديلة لشاشات الحاسوب كالأوراق لإعطاء فرصة للعيون للاستراحة. وأخيرا ينصح بالقرع على الطبل أو بذل جهد بسيط يساعد على تفريغ الطاقة لأخذ شحنات جديدة. محمد الحياري، الراي. تباين وتيرة الأداء، تابعونا في الصفحة الاقتصادية بعد هذا الفاصل. أهلا بكم إلى الاقتصادية. سوق الكويت الأوراق المالية أنهت تداولات آخر جلسات الأسبوع على انخفاض في مؤشرها الوزني بواقع نقطة وثمانية أعشار نقطة، في حين ارتفع السعري بمقدار 22 نقطة وأربعة أعشار نقطة. أما مؤشر الكويت 15 فقد أنهى تعاملته متراجعا بثماني نقاط وخمسة أعشار نقطة، وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق نحو 19 مليون و700 ألف دينار كويتي. سعر برميل النفط الكويتي ارتفع بمقدار 9 سنتات ليستقر عند مستوى 52 دولارا و90 سنتا. وفي أسواق النفط العالمية انخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط بشكل حاد وبنسبة تفوق 6% بعد بيانات للحكومة الأمريكية أظهرت أكبر زيادة أسبوعية في مخزونات الخام بالولايات المتحدة في 14 عاما. كأس المشاري في قبضة الأمن الجنائي، تابعونا في الرياضية بعد هذا الفاصل. أهلا بكم إلى الرياضية. توج فريق قطاع الأمن الجنائي بلقب بطولة يوسف المشاري السادسة لكرة القدم للصالات. جاء فريق قطاع الأمن الخاص في المركز الثاني، بينما حل فريق قطاع الأمن العام في المركز الثالث، وذلك في ختام البطولة التي نظمها اتحاد الشرطة الرياضي. ختام فعاليات البطولة في تقرير لأحمد دانزي. يواصل اتحاد الشرطة الرياضي تنظيم بطولاته المحلية لقطاعات وزارة الداخلية وبأسماء شخصيات رياضية أمنية، ومنهيا بطولة يوسف المشاري السادسة لكرة القدم للصالات بكل تميز. أشكر الأخوة الحضور، وأن هذه الدورة نعملها كل سنة حق الشهيد يوسف المشاري، واليوم اللي خذ البطولة الحقيقة الأمن الجنائي، مبارك لهم ونشكر الحضور اللي حضروا، ونشكر بما فيهم الوكلاء المساعدين اللي حضروا حق الدورة هذه. عندنا دعم مستمر من السابق وما زال مستمر من سيدي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، وكذلك الفريق سليمان الفهد وكيل وزارة الداخلية، وفي وحثنا على العديد من البطولات الداخلية وتنشيط الشباب في الناحية الرياضية وزيادة عدد البطولات وتدريبهم وتوفير جميع المستلزمات وجميع متطلباتهم. قطاع الأمن الجنائي جرد نظيره الأمن الخاص من اللقب بعد أن قلب الطاولة عليه وحاول تأخره من هدف لفوز بأربعة أهداف في الدقائق الأخيرة من المباراة لينتزع كأس البطولة. وأعتقد
ان ما كان يعني الفوز هذا وليد اليوم فقط، انما كان لتدريب والمستمر في نفس القطاع. وانا احيي حقيقه اللاعبين اللي ونبارك لهم، وفي نفس الوقت يعني اتمنى للفريق المركز الثاني ان شاء الله الدورات المقبله يحقق ان شاء الله. احنا السنه الماضيه كنا ماخذين النهايه ايضا فيها، فهذه الرياضه بين قالب ومغلوب، واهم ما فيها الروح والرياضه والروح الرياضيه والمحبه والالفه والجمعه الى الله. اسال الله يجمعنا معاكم دائما على الخير، وايضا تاهيل وتثقيف للنفوس وتثقيف وتاهيل الابدان قصدي، تصب في مصلحه اعمالنا. واهم ما في هذا اللقاء كله نستذكر يعني الشهيد المغفور له ان شاء الله بعونه تعالى الفريق يوسف الثيال المشاري. بارك حق اخواني اللاعبين وعلى المجهود اللي قاموا فيه من بدايه البطوله لليوم هذا. طبعا ضدنا الامن الخاص، هم اغلبهم لاعبين صالات، لاعبين منتخب ولاعبين الانديه، يعني فريق صعب، فهو كان متقدم علينا، احنا ما عندنا حل كان الا ان نلعب باور بلاير يعني لاعب مكان الحارس، وقدرنا نسجل التعادل، بعدها قدرنا نسجل الاهداف ونقدر ناخذ المباراه. يذكر الأسير الفريق الشهيد يوسف المشاري هو أحد القيادات الرياضية الأمنية والتي تركت بصمات واضحة للرياضة بترأسه نادي القادسية الرياضي إلى جانب ترأسه اتحاد الشرطة الرياضي. أحمد لانزي، الرأي. والآن جولة على أحوال الطقس ودرجات الحرارة في الكويت. وقبل الختام تابعونا على حساب تويتر @الرمل جروب وعلى اليوتيوب الرايتيوب. إلى اللقاء.